مثال زي اللي قدامك ده في normal looking P wave, it's upright in lead 1 and upright in AVF and lead 3 and inverted in AVR. فأقول إن ده sinus rhythm و PR interval with the normal تمام and fixed زي ما أنت شايف. بعد كده جالي early P, يعني أنا شفت هنا 2 QRS complex وعرفت البيزل ساينس ريت قد ايه. ممكن احسبه هنا اقول 300 150 175, تقريبا هنا هتلاقيه 80 او 85 بي بير مينت. الاس انوب بتضرب ب 85 ضربه في الدقيقه. المفروض ان انا متوقع ان هي تيجي هنا الاس البي ويف. جت ايرلي بي, فضلت ادور في المنطقه دي على اي بي ويف, مفيش, وهي وايد كومبلكس فيسميها بي في سيز. وخلي بالك في البي في سيز ان هي تتبع الرول بتاع الديسكوردنس, يعني اتجاه الكيو ار اس كومبلكس بيبقى عكس اتجاه الاس تي والتي ويف, وتطبق عليها نفس الشروط والاحكام بتاعه الليفت باند البرانش بلوك وبتاعه البيس ميكر باترن. تمام بالظبط. حتى لو حبيت ان انت تعرف هل هي طلع لوجيكالي, لو انت فهمت موضوع الاكسس قبل كده كويس جدا, ولو انت عايز تعرف البي في سيز طلع منين, هنتكلم عليها بقى ببساطه. طب نكمل المثال ده, بي في سيز تو ساينس زينا بي في سيز, وبعدين البيت اللي في النص دي مش عارف هي ايه, بعد كده بي في سيز بي في سيز. تمام تقريبا هنا يعني ترايجيمني, تو نورمال اند وان بي في سيز, تو نورمال اند وان بي في سيز. تمام تو نورمال اند وان بي في سيز. امال اللي في النص دي ايه؟ هنشوف دلوقتي. انا عندي الهارت, تخيل فيري سمبل, انا بعمل لك اوفر سمبليفيكيشن. لو في فوكس طالعه من ال في, هتعمل ديبولاريزيشن لل في الاول وبعدين ديبولاريزيشن للار في بعدين, يعني هتنتشر وهتبدا الاشاره فروم سيل تو سيل فروم سيل تو سيل فروم سيل تو سيل من ال في للار في. طب ما هو الكهرباء لما توصل من ال في للار في هتديني ليت انتيريور اند رايت, ليت انتيريور اند رايت ديبولاريزيشن, يعني هتديك رايت باندل برانش بلوك باترن, هتدي وايت كيو ار اس كومبلكس شبه الرايب باندل في في 1. تمام يبقى انا لو لقيت بي في سيز وفي في 1 لقيت شبه الرايب باندل, هقول ده مستلي طالعه من ال في. تمام طيب العكس, افرض ان في كهرباء طالعه من الار في, فهتمشي في الار في الاول وبعدين ال في بعدين, فالكهرباء هتديني ليت بوستيريور اند ليفت ديبولاريزيشن. ده معناه ان في في 1 هيبان نيجاتيف QRS complex and wide, يعني هتديك منظر اللفت باندل برانش بلوك باتر. يبقى انا لو لقيت بي في سيز بشكل اللفت باندل يبقى هي طالعه من اللفت فينتركل. تمام طيب نيجي لهذا المثال, ايه بقى البيت اللي في النص دي؟ تمام البيت اللي في النص دي محتاجه منك to use your calipers and use your physiology. يعني ايه؟ نشوف الكاليبر. بجيب الكاليبرز بتاعتي واشوف اتنين ساينس بي ويف, بكبر الكاليبرز واقول ان ده, ركز معايا, ده الساينس ريزم, وامشي بالكاليبرز بتاعتي. المفروض اكسبكتد ان انا الاقي البي ويف هنا جت قبلها بي في سيز, وبعدين جت في نفس الوقت, وبعدين ساينس. امشي معايا بي في سيز. طب هنا ده في كومبلكس, خلي بالك ذا بي ويف كومز اون تايم, وخلي بالك ان في كومبلكس, نكبر بقى عشان نشوف. يعني انا بي ويف جت في ميعادها, P
بي ويف المفروض كانت تيجي هنا جت قبلها كيو ار اس. خلي بالك ان البي ويف دي جت ودي جت في معدها، يعني this is P wave on time. طيب followed by QRS complex. بعدها جي QRS complex. هل ال QRS complex ده زي ال baseline QRS complex؟ No. واضح جدا ان هو relatively wide. طيب بفكر دلوقتي. هل ال relatively wide ده حاجتين؟ هل دي حاجة طالعة من الفنتركل؟ فعملت لي واي كيو ار اس كومبلكس واقول عليها بي في سيز، ولا دي حاجة طالعة من الاتريا وكانت ايرلي فلقت واحدة من البندل برانشز مقفولة فعملت لي بي اي سيز ويز ابارنت كوندكشن؟ تمام؟ طيب هذا هو التفكير. هتقول لي خلاص ده وايد كومبلكس تاكيكاردي، وايد كومبلكس بيت، تمام؟ وانت علمتنا قلت لنا خلي بالك ان الوايد كومبلكس بيت انا مستواي بقى عالي، فهبتدي ادور في المنطقه اللي قبلها، لو لقيت بي ويف يبقى البي ويف دي كانت بي اي سيز ويز ابيرنت كوندكشن، فانا هلاقي واي كومبلكس وقبلها بي ويف فاقول دي this is B A C's with apparent conduction. هقول لك الكلام ده غلط. انا قلت لك خلي بالك P E C's معناها حرف الـ حرف الـ P دي معناها premature. تمام؟ يعني الـ P wave كانت طالعة من ectopic focus غير الـ S E note. كانت حاجتين premature وشكلها متغير. أما الـ P wave هنا جاية بنفس شكل الـ S E note وجاية on time. تمام؟ وبعدها وايد كيو ار اس كومبلكس، يبقى this is not a PECs. امال دي ايه؟ this should be a PVCs. يعني ايه؟ انا عندي ساينس بي وبعدين بي ار سيجمنت وكيو ار اس كومبلكس، وبعدها بالظبط لقيت ساينس بي وبعدين لازق فيها وايد كيو ار اس كومبلكس. تمام؟ فيسيولوجيكالي المفروض ان الاي في نود عملت ديلي في المنطقه دي بعد البي ويف ببي ار سيجمنت، بعد كده لقيت بي ويف فولد باي شورت بي ار سيجمنت، وبعدين بعدها وايت كيو ار اس كومبلكس. تمام؟ استحاله ان البي ار دي تكون وصلت ونزلت للفنتركل. ايه اللي هيخلي الاي في نود كانت بتوصل مره واحده ببطء وبعدها مرة واحدة بقت سريعة جدا؟ في فيو كلينيكال سيناريوز بس فيري رير، وده موضوع ادفانسد، لكن الكومن this is too short PR to be conducted. فthis is not conducted B-wave ولازق فيها Y QRS complex، يبقى this is PVCs. يبقى خلي بالك ان PVCs ممكن يجي قبلها ساينس بي ويف، بس هسميها في الحاله دي ديسوشيتد ساينس بي. لازم بقى ناخد بالنا من اللفظ ده. يعني انا عندي الاس اي نوت ضربت والكهرباء لسه نازله عند الاي في نود، كان حظها في اللحظه دي ان كان في بي في سيز ضربت وقابلتها هنا. جهاز رسم القلب لما هيسجل هو بيسجل الجنرال سميشن اوف الكتريستي، سجل لي كهربه الاتريوم وهو لسه شغال لقى في كهربه طلعت من الفنتركل بواي كيورس كومبلكس، فما بصش لدي لا اقول عليها ساينس ولا اقول عليها بي في سيز. تمام؟ وهي في النص. طيب ده تفسيري لو انا شفت دي لوحدها، بس خلي بالك ان انا من شويه قايل لك ان البي في سيز دي شكلها فيري وايد وفيري تول ودي في النص. امال ايه اللي بيحصل؟ اللي انا شرحته لك ده اسمه ليت دايستوليك بي في سيز، يعني بي في سيز جت متاخر قوي لدرجه ان كان فاضل تكه
والاس اي نوت تعمل ديبولاريزيشن للفنتركل، ولكن البي في سيز لحقت وضربت في الوقت ده. امال الحقيقه اللي في المثال ده، اللي في المثال ده ان ذيس از فيوجن بيت، وده اثبات 100% ان كل الحاجات دي بي في سيز. يعني ايه بقى؟ معناها ان الاس اي نوت ضربت، عدت في الفنتركل، عملت ديبولاريزيشن لجزء، وهي لسه نازله كانت طلعت ضربه ثانيه في الفنتركل عملت ديبولاريزيشن لباقي الاجزاء. الاثنين بقوا فيوزد مع بعض. جهاز رسم القلب هيرسم لك كهرباء فيوزد مع بعض ويشوف الجنرال سميشن ويرسم لك كهرباء، فاكيد هتبقى ميدواي بتوين البيت دي والنورمال بيت دي، تمام؟ فيرسم لك بي ويف وشورت بي ار واي كورس كومبلكس ميدواي بتوين بي في سيز اند بيز لاين، فهنسميها فيوجن بيت. معنى كده ان كهربه الاس اي نود قدرت تخترق الاي في نود وتعدي في الفنتركل، بس قابلتها كهربه من ناحيه ثانيه وفيوزد مع بعض، وهذا اثبات قاطع ان الكهرباء دي طالعه من الفنتركل وليس سوبرا فنتريكولار كوندكشن، اند ذس از ذا فيوجن بيت، تمام؟ طيب نكمل مع بعض. احنا عايزين بس نفهم الفسيولوجيك ابروتش تو اي سي جي، هو ده الهدف من المحاضرات، والكونسبت بتاع بي في سيز يعني بريماتيور فنتريكولار كومبلكس، وهو ده كان مهم قوي فهمه في الاتريال كومبلكس اكتر من البي في سي. البي في سيز كل الناس بتعرفها، وايد اند بيزار شيب كيو ار اس كومبلكس كمز ايرلي وبعدها بتعمل فول كومبنساتري بوز، يعني المسافه ما بين دي ودي لو ضربتهم في اتنين هتلاقي هي المسافه ما بين دي ودي، اللي قبل الكومبلكس واللي بعد الكومبلكس، ولكن في النص ان الكيو ار اس كومبلكس انت متعود ان الكومن ذير از نو بي ويف قبلها، يبقى دي مش اتريال. خلي بالك ان في حاجه اسمها فيوجن بيت، يعني جزء جه من فوق وجزء جه من تحت. في الاي سي جي ده بيبان ازاي؟ ده الاس اي نود عملت ديبولاريزيشن وصلت للاي في نود، عدت شويه في الفنتركل، بس في نفس الوقت كان في كهرباء من الفنتركل جايه من تحت عملت ديبولاريزيشن للفنتركل فعملت لي فيوجن. طب وانا بعرفه في الاي سي جي ازاي؟ هلاقي فيه وايد كيو ار اس كومبلكس بريسيدد باي بي ويف بات شورت بي ار اقصر من البيز لاين. لو شفت البي ار هنا مثلا هلاقيه مثلا 4 مربعات او 4 مللي، هنا هلاقيه 3 مللي او اقل، يبقى ريلاتيفلي شورتر بي ار فولوب باي وايد كيو ار اس كومبلكس ذات از ميد واي بتوين ذا بيزل اند ذا بي في سيز، يبقى ذيس از فيوجن بيت، وده ايفيدنس اوف اي في، ده يعتبر بارشال AV dissociation، تمام؟ نكمل بس ونشوف. مثال زي اللي قدامنا ده، أنا شايف P wave and PR interval، يعني تقريبا لو قست 1 2 3 4 تقريبا 5 مربعات 200 ملي سكند، تمام؟ وفولو باينار QRS complex أقل من 120 ملي ثانية، بعد كده P wave، بعد كده وايد complex الاكسس بتاعها مختلف، تمام؟ وبعدين ساينس بي ويف وكيو ار اس كومبلكس وبعدين واي كيو ار اس كومبلكس اب وبعدين ساينس وبعدين واي كيو ار اس كومبلكس اب. في بعض الناس بتسمي الواي كيو ار اس كومبلكس فاني لوكينج بيت، زي ما هنشوف بعدين في المحاضره اف ال بي، يقول لك ذيس از فاني لوكينج بيت. انا مش عارف هل هي بي اي سيز وذ ابيرنت كوندكشن ولا بي في سيز فعلا، واقعد اقارن واشوف، تمام؟ طبعا واضح جدا ان هنا there is no P wave قبلها في المنطقة دي كلها، وانا هقول ان دي PVCs، واللي بعدها نفس الكلام PVCs ودي PVCs ودي جاية ventricular hegemony، وعندي الحمد لله لقيت two successive بعض ورا بعض sinus P wave ونفس ال PR ونفس شكل ال QRS complex، يبقى this is the basal sinus rhythm and this is the abnormal. خلي بالك في المثال ده انا جايبهولك عشان تتعود تشوف البيهيفير بتاع البي في سيز. نعلى بقى بالمستوى شويه،
ان بعد البي في سيز بيبقى فيها الرولز اوف ديسكوردنس، يعني الكيو ار اس كومبلكس اب اللي هو الار ويف، هتلاقي الاس تي سيجمنت والتي ويف داون. خلي بالك وركز لي في الجزء بتاع الاس تي سيجمنت اند تي ويف، ركز وقارن ما بين ده وده كده، هتلاقي ان في هاي فريكوانسي بيتس هنا. امال ايه دي بقى؟ ده اللي هيعرفك what is the atria is doing. يعني ايه؟ انا عندي بي في سيز هنا وده very smooth part ما فيهوش حاجة، ولكن البي في سيز دي فيها high frequency beats والبي ويف دي البولاريتي بتاعتها مختلفة عن اللي قبلها، معناها ان فيها retrograde بي ويف. يعني ايه؟ معنى كده ان البي اي سيز او البي في سيز قصدي الكهرباء بتاعتها طلعت اب لحد منطقة الاي في نود. انا قلت لك قبل كده ان الاي في نود هتعتبرها بريدج او كوبري، وكده كده لو هي ريكفرد ممكن الاشارة اللي تحت تعدي وتطلع اب وتسبريد للاتريوم وتعمل لي اتريال دي بولاريزيشن، وفي الوقت ده هسميها ريترو جريد بي ويف، او اسمي البي دي بي برايم لانها جايه من تحت، او اقول ان ده في اي كوندكشن. This is an advanced topic. ان الاي في نود قادره ان هي توصل ريترو جريد فروم ذا فنتركل تو ذا اب، وبنفس البروبرتي بتاع الانتجريد، ممكن تبقى اقل شويه وممكن تبقى مختلفه شويه اكوردنج للسيتويشن والشخص نفسه. المهم ان البي في سيز ممكن تعمل لك ريتروجريد في اي كوندكشن. طب لما تعمل ريتروجريد في اي كوندكشن ممكن تعمل دي بولاريزيشن لمنطقه الاس اي نود وتعمل لها ريسيتنج، ويجي الكومبنساتوري بوز اللي بعدها لا اما تيجي شورت لا اما الاس اي نود يحصل لها انهيبيشن وتبقى فيري لونج، الله اعلم. ولكن في اغلب الوقت الكومن ان البي في سيز حتى لو عدت للاتريوم بيكون الاس اي نود ضربت اشاره بس ما لحقتش تعمل ديبولاريزيشن للاتريوم، فالاشاره اللي جايه من البي في سيز ما بتقدرش تعمل لها ديبولاريزيشن، فبرضه ما تقدرش تعمل ريسيتنج للاس اي نود، وتلاقي ان الكومبنساتوري بوز اللي بعدها كومبليت برضه كومبنساتوري بوز. فالكومن ان بعد البي في سيز يبقى فيه كومبليت كومبنساتوري بوز. ولكن الشاهد من الكلام ان البي في سيز قد تؤدي الى ريتروجريد بي ويف، ودي واضحه جدا. بص على السموث بارت بتاع البي في سيز وقارنه بواحده زي دي مثلا، تمام؟ ريتروجريد بي، يبقى انا عايزك تفهم ان ديورنج بي في سيز الاتريا بيعمل ايه. ده اللي الناس ما بتفكرش فيه. الاتريوم شغال باس اي نود وبتضرب في ميعادها عادي جدا، ولكن المشكله ان عندك ديورنج بي في سيز بيبقى واي كيو ار اس كومبلكس، فالبي ويف بتاع الساينس بتبقى موجوده جوه الكيو ار اس كومبلكس او جوه الاس تي سيجمنت والتي ويف اللي بتبقى كبيره، فبتبقى ماسكد وانت ما بتبقاش شايفها. لكن لو شفتها وقدرت تحددها ولقيت البولاريتي بتاعتها زي البولاريتي بتاع الساينس، هقول ان دي ساينس بي ولكنها ديسوشيتد لانها ما وصلتش للفنتركل، والكيو ار اس دي ملهاش علاقه بالبي ويف دي. ولكن في حاجه اسمها في اي كوندكشن، ان الاتريال اكتيفيتي يحصل لها دي بولاريزيشن ريتروجريد وتبقى البي في سيز فول باي ريتروجريد بي ويف، ويبقى في حاجه اسمها في اي اسوسيشن، او ان الساينس بي ويف او ان الريتروجريد ما تبانش خالص. يبقى في عندك ثلاث احتمالات للبي ويف، لا اما تبقى نوت بريزنت، لا اما تبقى ديسوشيتد، لا اما تبقى ريتروجريد. انا بتكلم على السيرفيس اي سي جي. طب نكمل ونعلى بالمستوى ونشوف الكلام هيفرق معانا ولا لا. انا جايب لك شويه صور دي من برونولد تكست بوك اوف كارديولوجي عشان تشوف الفروقات ما بين البي في سيز. واللادر دياجرام ده جميل جدا لانه هيوضح لك معنى كلامي ومعنى كلمه اي في ديسوسيشن.